نبدأ بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وكيف ما في أي فيديو ما تنساش دير لايك لهاد لا فيديو هذه. من بعد ما ثبتنا البريمير كومبوزر على برنامج ديال أدوبي ديالنا اللي غادي يساعدنا بشكل كبير في صناعة الفيديوهات ديال فيرال شورتس، اللي على واحد الشاكلة اللي كتشوفوها هاد الأيام هذه سواء على انستغرام ولا على تيك توك ولا على حتى يوتيوب، عنده واحد الانتشار اللي هو واسع جدا. بطبيعة الحال بزاف ديال صناع المحتوى استغلوا هاد النوعية ديال هاد الفيديو هذه وبداو كيديروا الايديتين ديالهم على هاد الطريقه هذه، وكذلك حتى الناس اللي كيروجوا الخدمات ديالهم والمنتجات ديالهم. بصفتنا حنا كقناه مهتمه بشكل اول بالتاجر الالكتروني، فنقدر نقول لك انت هو اكثر واحد ممكن يستافد من هذه المقاطع هذه باش تروج المنتجات ديالك بواحد الشكل اللي تبهر به الزبون ديالك، وتحاول توصل ليه الرساله الاعلانيه ديالك بواحد الشكل اللي هو مبهر اللي تخليك توصل من الاهداف اللي انت مسطره. غندوزونيش انا دابا نشرح الفعل كيفيه صناعه هذا الفيديو، هذه النوعيه ديال هذه الفيديوهات. الان كندوزو لمرحله اعداد ديال الايديتين ديالنا. غادي نقسموها لست ديال النقاط باش نفهموهم مزيان، وغادي يكون فيهم شرح تطبيقي. الى احترمنا هاد الست ديال النقاط غنخرجوا بالنوعيه ديال الفيديو اللي حنايا كنقلبوا عليها. من بعد نتايا غتبدا تلعب في هاد لي بارامتر ديال هاد الست نقاط كما بغيتي، انا نشرحهم لك دابا بشكل اللي هو تطبيقي. اول حاجه خصني نبدا بها هو رساله الفيديو او مضمون الفيديو. احسن واحد كيدير الايديتين ولا كيدير لنا المونتاج هو الشخص اللي كيعرف يوصل لنا مضمون الرساله. يعني فاش كنتفرجوا فواحد لا فيديو كنعرفوا كنخرجوا بواحد الخلاصه من هذيك لا فيديو. دونك هنايا انت اول حاجه كديرها سواء أنا عندك واحد المنتج كتروج ليه اولا كتجيب لقطات من بودكاست اولا كتجيب واحد لقطات يعني مقطعه وكتجمعها باش توصل لنا واحد الفكره ديال واحد المنتج معين، فانت مطالب انك تقطع اي حاجه ما عندها حتى غير زايده على لا فيديو. يعني هنايا كنكونوا في مرحله التقطيع، يعني مثلا شي واحد يقول ولا غيتفوا اي حاجه زايده حيدها، خلي لنا فقط مضمون الرساله ديال لا فيديو. كنظن رسالتي راه هي واضحه. وثاني نقطه كندوزو ليها هي هو ادراج اللقطات اللي كتعبر لنا اولا مماثله لهداك الشيء اللي عندنا حنايا في لا فيديو ديالنا. كاينين الفيديوهات ديال مثلا هنايا في هاد هنا ما نهضرش الاخوان على الرساله ديال الفيديو اللي كيشرح السي ابراهيم لان موجه للاودينس ديالو، ولكن انا نهضر بشكل اللي هو تقني. داكوغ دونك هنايا الى سمعنا غريب خاصك تخاف على حتى حاجه، كاين لا فيربات لا لوزينات لا والو. هنايا بطبيعه الحال كتكون انت اكيد دائما حنا كنبقاو نتفرجوا افلام، عندك واحد الديريشن كيدور، يعني كتحاول مثلا الا كانت شي حاجه عندها علاقه بهذاك المضمون ديال الرساله فكتحاول انك تفكر كيفاش تدخلها في لا فيديو ديالك. هنايا مثلا كيهضر لنا السي ابراهيم على الكحط ولا مثلا ان ما كاين ما يدار المغرب لعيبات، فكنا تفرجنا في الطريق الى كابول، وهاد اللقطات ديال العزيز دازاس راه هما مشهورين. فهنايا كتحاول انك تجيب هاد اللقطه من ديال هاد الفيلم هذا تقطعها وتدخلها مع لا فيديو ديالك. مرحله ديال التقطيع الاخوان كيفاش قطعت اللصق راه شرحتها في الفيديو الاول ديال هاد البلاي ليست، ما نبغيش نبقى نعاود باش ما نعصبش الناس اللي متبعين معايا. وصلنا دابا للنقطه الثالثه، شنو هي؟ يعني هنايا الخدمه الاوليه دو باز صافي ساليتها، عندي واحد الفيديو مقاد سوفيستيكي فيه غير الرساله الاعلانيه ديالي اللي غادي تدوز، بقى لي انني نحط عليه دوك المؤثرات. يعني الان هذا فيديو مقطع ريل على الشاكله القديمه اللي كنعرفوها، باقي ما زدنا عليه حتى شي حاله. قلت لكم هذه الطريقه هذه راه ديموطاج الاخوان دابا، الناس يعني طورات هذه الشاكله اللي كتكون عليها الفيديوهات ولات كتدخل مجموعه ديال التاثيرات. من النقطه ثلاثه غادي نبداو في اضافه المؤثرات اللي غادي نحتاجوهم الاخوان. اول حاجه كنجي لها شنو هي؟ هما الانتقالات. باش كندوزو اولا كنحافظو على الريتم ديال الفيديو انه يكون ريتم واحد، عندي مجموعه ديال اللقطات انها متداخله، هذه اللقطه بوحدها وهذا راه فيديو بوحده. يعني مهم انني ندير واحد الانتقالات اللي دوزني من لقطه لنقطه بواحد الشكل اللي هو سموت ما كنحش به ولا ما كيحش به داك الشخص اللي كيشاهد لا فيديو ديالي. دونك هنايا انا شنو كندير؟ كنحاول نخدم لا فيديو وكنحاول نجي هنايا اللقطه بالضبط فين غادي تحول عندي انايا فيديو ثاني. هنايا كنمشي نجيب الانتقال ديالي، الباك اللي انستالي له هنايا وريتكم كيفاش تاصلوه بطريقه اللي هي مجانيه. فيه عندي واحد المجموعه ديال واحد الحزمه ديال الانتقالات احترافيه، ها هي غتلقاوها هنايا، حاول تورك انت هنايا باش يبانوا لك بحال هنايا مثلا بحال هذا. ها هو كنجي وكنحطو
هنايا بشكل اللي هو مباشر. دونك هنايا الاخوان طلعت الطريقه كيفاش غادي تحول لاحظتوها. او دابا البرنامج كيعطيني هادشي اللي هو واجد هذا من جهه، ولكن اكثريه ديال الفيديوهات اللي كتشوفوها كيخدموا بهذا الانتقال. تحيدوا هذا الانتقال هذا اللي جبنا دابا، غنوريكم واحد الانتقال هو اكثر واحد كيخدموا به هذه الفيديوهات هذه. هذا الباك هذا الاخوان بين قوسين كنت وعدتكم انني نخليه لكم في لا فيديو الاولى ونسيت مع الدرك، ولكن مع هذا لا فيديو غادي تلقاوها في الديسكريبسيون. انا واخدها غير من يوتيوب ولكن غير باش نهنيكم باش بلا ما تقعدوا تمشيو تقلبوا عليها. كان ديجا عندي لا فيديو هنايا صغيره كنحاول نكبرها من هنايا من سكيل باش تجيني وافيه مع لا فيديو ديالي. الانتقال الاخوان غتلقاوه بالساوند افيكت ديالو هنايا مع لا فيديو، ولكن الا جينا نخدموه لاحظ لاحظ منين نجيو نخدمو كيفاش غيعطينا كاين لا فيربات لا لي زينات. لاحظتو بان الانتقال بواحد الشكل اللي هو خايب، خاصنا نحيدو هذيك الكحوليه من لا فيديو ديالنا. شنو كنجيو كنديرو هنايا كنجيو الافيكت هي الاولى وكنديرو ليما كي ها هي كنشدوها وكنحطوها مباشره في الانتقال ديالنا. لاحظ هنايا شنو غادي يهضر، مثلا انا نخليها غير لهنا ونقطع مثلا لاحظتوا نحيد هذا مثلا. لاحظ دابا نشوفوا الانتقال دابا كيفاش غيجي. ندير دابا اعاده ترتيب نحطوا الانتقال في البلاصه ديالو وغنشوفوا كيفاش غادي يجي. تقريبا خاصك تخمم حتى حاجه كاين لا فيربات. لاحظتوا الاخوان كيشا جاب واحد الطريقه اللي زوينه تخمم حتى حاجه كاين لا فيربات. دونك هذا دابا انتقال، هذا انتقال مثلا جبناه من يوتيوب. راه بالمناسبه ممكن تجيبوا بزاف الانتقالات من يوتيوب، وراه ممكن مثلا فاش كتورك هنا الى انت مثلا بغيت تقلب مثلا هنا غتلقى على حسب انت اللقطه من غادي تجيبها. مثلا نخليوها هذه ونجيبوها هنا فاش كيعطيك هنا حاول ما تدخلش مقطع يعني مورسو في مورسو، خليهم الفوق ديما انت بعد الانتقالات. الاخوان بالمناسبه راهم مع الساوند افيكت ديالهم. غنشوفوا دابا كيفاش غادي تدخل وكيفاش غادي تخرج. حتى حاجه كاين لا فيربات لا لي زينات لا والو لا ويلي تا الشجره ولا ميضوط ديال باش تدار. لاحظتوا الاخوان راه فرق، راه هكا راه ماشي الطريقه العاديه باش داير ديال الفيديو هكا مثلا. حتى حاجه كاين لا فيربات لا لي زينات لا والو لا ويلي تا الشجره ولا ميضوط ديال هادي راه ماشي هي هادي حاجه كاين لا فيربات لا لي زينات لا والو لا ويلي تا الشجره ولا ميضوط ديال كاين واحد الفرق الاخوان. دونك هادشي هذا كله مهم اننا ناجوتي ونخدموا به. ندوزو دابا النقطه الرابعه واللي هي الاضافات. الاضافات الاخوان راه الباب ديالها كبير، ولكن هنا غادي نشرحوا فقط الاشياء اللي مهمه اللي هي الباك جراوند والستيكرز والاضافات اللي ممكن ديروها بالجرين سكرين. غتلقاو في الحزمه ان شاء الله اللي تيليشارجيوها هاد الافكت هذا، ها هو سميتو هنايا تول ريل بلاك هيلو افكت. هذا الاخوان صاوبته بواحد الشكل اللي هو يدوي في الفوتوشوب. الا جيتي حطيتيه هنايا لاحظ معايا هنايا لا فيديو نشوفو كيفاش كان، نشوفو كيفاش كانت لا فيديو في الاول ومن مورا ما كنحطوه. لاحظوا هنايا انا راه مهبط انا شي شويه لا كاليتي. لاحظ هذا راه تلاحظوا بان حتى الفيديوهات كيكون في التحت كحل. ممكن انت تبغي مثلا بدرجه اكثر يعني تكون واحد الكحوليه اكثر من هكا، شنو كدير؟ كتورك على الت في الكيبورد ديالك وكتحاول تهزها الفوق، يعني كيوليو عندنا جوج بحال دوبلناهم. ولا بغيتي بطبيعه الحال بغيتي تزيد عاوتاني شنو كدير؟ كتعاود غير هنا باش ما يبقاوش عندي شادين ليا هنايا بزاف ديال لي مورسو. هنايا شنو كندير؟ كنجي مثلا كنقدر نجمعهم كنكليكي دروا وكندير نيست كندير اوكي كيتجمعوا عندي هنايا هكا. عطاونا واحد الافكت اللي هو زوين اللي اول حاجه غادي يفالوريز ليا داكشي اللي غادي يبقى يجي فوق منه. شنو هما الحوايج اللي غايجيو فوق منه؟ هما لي ستيكرز وكذلك الكتابه النصيه واللي هي النقطه الخامسه اللي عندنا من مورا النقطه هذه. واش سالينا دابا من الاضافات؟ بطبيعه الحال لا. هنايا ممكن من الاضافات اللي تبغي ديرها هما لي ستيكرز اللي كتبقاو تشوفوهم كيبقاو طلعوا لتحت في تحت ديال لا فيديو. انا ديجا خدمت بهاد ستيكرز هنايا. هنايا غادي نحل واحد النقطه غير بين قوسين،
لي ستيكرز راه ممكن تمشي لجوجل وكتكتب اي حاجه انت مثلا طايحه لك في البال وكدير بي ان جي مثلا فوالا بحال مثلا كيكونوا هكا مثلا انت باغي هذا كتجي كتيليشارجي غير هو غالبا ماشي كلشي كتلقاه بي ان جي وانا غادي نشرح لكم دابا الفكره ديالي باش غادي تفهموها يعني مثلا كتجي هنا كدير اونجستري الى حليت البرنامج ديال فوتوشوب ديالي بطبيعه بالنسبه للناس اللي عمرهم ما حلوا فوتوشوب راه داير واحد السلسله الاخوان راه اسهل من داكشي اللي كتعتقد يعني الى جيت مثلا هنايا هزيت الافكت اللي انايا باغي نصاوبو علاش كنجي انايا لهنا حيت نتايا كيسحب لك راه صافي بي ان جي كتجي نتا هنا شنو كيوقع كتجي نتا هنا للبرنامج كتبغي نيشان تحط مثلا داك الستيكرز ديالك اشنو كيطرا لاحظتي هذيك الباك جراوند ولا الخلفيه ما محيداش وانت فهمتي خطانزين عليك يقولوا لك راه بي ان جي هو ماشي بي ان جي بي ان جي هو الاخوان الخلفيه ما كتكونش داكوغ دونك انا باش نحيد مثلا الخلفيه ديال هذا راه سهله جدا غادي تجي هنايا فوتوشوب شنو غدير غادي اول حاجه كتقدر تلقى هاد اندكس هنايا خاصنا نحيدوها شنو كنجيو كنجيو هنا وكنديروا هاد ار في بي اوتوماتيكمون كيولي عند البرنامج الصالح اننا نقدر نخدم عليه شنو كتجي هنايا كتهبط غير هنايا وكدير سوبريمي لاريير بلون سواء كدير سوبريمي لاريير بلون اولا كدير سيليكسيوني ان سوجي لاحظ معايا الشيء دابا هذا ولا حر يعني ممكن اننا نخدم به فاش كيولي ممكن اننا نخدم به صافي كن اونغيستري يعني بي ان جي كيولي عندي غير واحد القضيه هنايا مهمه جدا شناهي هو هذا مثال مثلا نحيدو صافي يعني تيليشارجيتي راه غادي نديو البرنامج غيخدم غير بعض المرات من الاحسن انك فوتوشوب اصلا دير البروغرام هنايا ديرو ديال الريل هو 1080 على 1920 علاش ديرو هكا علاش باش انت كتعرف مباشره فين ممكن غادي تحط الستيكرز ديالك وكتحاول تحيد عليك واحد شويه ديال الخدمه كيفاش مثلا مثلا بعض المرات بحال هذا مثلا يعني انا مثلا باغي نحطو هنا هنايا في لا فيديو باغي نحطو هنا دونك انا كنجي اصلا كنحطو هنا علاش باش كنحاول ناخذ المقاس باش الا كان مثلا كيبان لي راس صغير بزاف الا مثلا انايا جبتو لقيتو هكا راه صغير يعني كنحاول مثلا انني نكبر شي شويه باش نحاول نحط ديك الفكره اللي هي في الراس ديالي غير الناس اللي متبعيه في فوتوشوب راه عارفين قبل ما انك تكبر وتصغر ضروري دير هاد كونفيرت سمارت اوبجيكت كدير كونترول تي اوتوماتيكمون كتبدا تصغر وتكبر في البلان ديالك واحد تريك صغير هو ان بعض المرات تقدر تبغي تعجبك شي حاجه مثلا انت ما كايناش بي ان جي بحال هذا مثلا بحال هذا ليناردي وانا هو اللي عجبني وبغيت نديرو انايا هنايا في لا فيديو ديالي وكيعبر لي على شي حاجه كتقال شفتها انا معبره شنو كتجي كدير كتحل هنايا هاد القفل وكدير من الاحسن دير سيليكسيوني ان سوجي هنا ما غاتحتاجش انك تكون بارع في انك تقطع الخلفيه الا عندك شي برنامج في التليفون كتقطع به الخلفيه تبارك الله ما كاينش غادي ديرها الطريقه هذه وراه ساهله ما بغيتش نوريكم الطريقه اللي 100% كتحيد الباك جراوند بغيت نوريكم شي حاجه اللي حتى اللي ماشي بروفيسيونيل في هادشي غيجي هادشي اللي هو ساهل بالمرام كيعزل لك انت هنايا الا لقيتي مثلا شي حاجه باقا اللي هي ناقصه كتجي لهنا كتحاول هنا تصغر شي شويه من هاد الحده وكتبقى تزيد داكشي اللي هو ناقص الى عزل لك شي حاجه اللي هي زايده حاول تزومي ونقص داكشي شنو كدير كتجيبها للبلاصه انت مثلا هنا وكدير واحد الاضافه اللي هي بسيطه شنو هي هاد اللعبه درتها كحله غير باش نبين لكم شنو كدير كتمشي للستيكرز ديالك كتورك عليه جوج مرات
وكتورك على هاد كونتور كديرو هنايا ولا ما لقيتيش بيض حاول تختار انه يكون بيض وخليها مثلا في الحده ديال 8 ودير اوكي باش يخرج لنا بهاد الشكيله هذه. هاد العيبه هذه كتجي زويونه داكوغ، ولكن قبل ما انني قبل ما نسوف كاردي كتحيد هاد لاريير برو باش يبقى عندي خاوي. ديك الساعه كتجي كدير لاك تخلي بي ان جي كدير اكسبورتي كدير هنا كديت كدير اونغليستر سي بون ضروري انه يكون بي ان جي. كنرجعوا دابا للبريمير، هذه بين قوسين علاش حليت لكم هذا بين قوسين هذه باش انت تصنع اي حاجه كتفكر فيها في دماغك، يعني اي ستيكرز ماشي ضروري خصهم يجيبوها لك على طبق من ذهب، اي حاجه غتفكر فيها كستيكرز انت بغيتش كتصور وجهك وتدخل راسك ستيكرز راه غادي ديرها. هذه غير بين قوسين الاخوان. هنايا هو كنجيب هنا الستيكرز ديالي شنو كندير، ما كنحطوش في نفس لاكاز اللي عندي هنايا، دائما كنخدم طبقه فوق طبقه باش تبقى الافكار ديالي متسلسله، حنا غاديين بواحد الشكل اللي هو تسلسلي. شنو كندير هنا، عندي ستيكرز هنايا كبير. اول حاجه انا علاش جايب هذا الستيكرز هذا، جايبو على حساب واحد الفكره كاينه في الداخل، انا خصني ندير واحد الهوك ديالي في الاول ديال لا فيديو شكل اللي يشد ليا لا طونسيون ديال داك الشخص اللي غطلع لي لا فيديو وما يتزعزعش، يريح يشد الارض وتفرج ليا في لا فيديو ديالي باش توصلوا الفكره ديال 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 الفيديو ديالي. خاصني نهوكي في الاول، خاصني نضربو بواحد الكروشي. دونك انايا كنحاول نحط لا الفكره ديالي، غنحطها معكم وغادي تشوفوا البلان كيفاش. هنايا باش كنحاول نهبطها لتحت، كنهبطها من هنا من بوزيشن، هذه خارج خاصه كنهبط ونطلع، وهذه خاصه بانني ندوز على اليمين ولا نرجع لليسار، وهذه خاصه بانني نصغر ولا نكبر. نحط نفس الفكره اللي حطيتها في لا ديمونستراسيون اللي وريتكم في لا فيديو الاول، ولكن ماشي غير غنحطها، مهم ماشي انك غير فقط تحط، لا خاص كيفاش غتحط وكيفاش تخرج مهم بواحد الشكل اللي هو كبير. دونك دابا لا فيديو ديالي بحال هكا، بحال قلتي نديروا واحد العنصر اللي هو سيربرايز ما يبانش، نحيد من الاول هنا يعني مثلا هنا اصلا الا كنت عايش اي بان عندي، ولكن ما بغيتوش عاوتاني يبان غتبان، لا بغيتو يخرج بواحد الطريقه اللي هي زوينه. شنو كندير، كنجي كنورك على الستيكرز ديالي وكنهبط هنا كنهبطو ما يبانش بريسك ما يبانش، وكندير كنورك على هاد الكرونو هذا ديال البوزيشن ياك، كنزيد واحد شويه من هنا مثلا هنا حيت الصوت باش ما نبرصتكمش. و شنو كندير، كنطلع طلاك طلاك كنقص شي شويه شحال ما قربتهم شحال ما غادي تكون السرعه اسرع. لاحظ هكا مزيان، غير انا غادي ندير واحد الحاجه اللي هي زايده عاوتاني. شنايا قلنا دائما الاخوان كنخدموا بشكل اللي هو طبقه فوق طبقه، كنحط هذا ممكن يجينا السيكر فوق السيكر فوق السيكر. هذا شنو كندير ليه، كنحاول نصغرو كنحاول نجيب هنا، المهم بحال هكا مثلا. تعيش في المغرب من هذا مثلا، من ما خاصكش تخاف على حتى شي حاجه صافي حتى لهنايا بغيتو تقطع تا حاجه. وهذا راه هو ممكن الاخوان تاهو ديروا ليه نفس الطريقه ديال الخدمه الاولى، يعني مثلا تخبيه وتجيبوها من هنا ولا تجي مثلا بشي طريقه. يعني الحاجه اللي شرحتها ما نعاودش نشرحها جوج مرات باش ما يطولش عليكم لا فيديو. ممكن عاوتاني نزيد ندخل الباقة ديالي اللي هي واجده ونحاول نزيد شي حاجه اللي فيها شي ساوند افيكت ولا شي حاجه، بحال مثلا هنا فاش غتلقاو هاد الشيب اليمنت بحال مثلا هاد النجمه هادي مزيانه. خاص غير يكون عندك افكار، فهمتي، خاص غير يكون عندك افكار
مع الوقت غادي تولي هادشي فهمتيني زعما ماشي يجولك ساهل. شنو كتبقى تحتاج؟ كتبقى تحتاج هاد الادوات. تخيل معايا انت ما عندكش هاد الادوات هادو كيفاش كانت غتكون الامور؟ كتكون الامور اصعب كتير. كنجي مثلا هاد النجمه انايا نحاول نصغرها ياك ونحاول نجيبها مثلا هنايا مثلا لاحظوا دابا اصلا الا كنت عايش في المغرب خاصك تخمم على حتى حاجه. لاحظت الاخوان شي حاجه جات زوينه وعندها علاقه هنا هذا بطبيعه الحال عطينا به دابا غير مثال. انت راه ممكن تجيب فلوس ممكن تجيب اي حاجه اللي عندها علاقه بالسابجيكت ديالك. بقى لنا اخر حاجه اللي شنو هي؟ هي مثلا شي حاجه اللي كتكون مثلا باغيها انت جرين سكرين، يعني هي ديجا كتجيبها من يوتيوب فيها مثلا شي جرافيك اللي انت بالنسبه لك محتاجه وخدام ليك. ما عندوش شي علاقه هذا زعما بهاد لا فيديو، ولكن غير غنوري علاش غادي ندخلو هي باش الا بغيتي انت باغي تحيد غير هاد الجرين سكرين هذه مثلا ممكن هذا يكون شي سباع ولا شي لعيبه انت كتشوفها مثلا عندها علاقه بديك لا فيديو انت باغي وريني غنحيد اخويا غير ديك الخضوريه وهنين انا غنوريك كيفاش تحيد الخضوريه. كتجي الايفيكت وكدير الترا هاي تخرج لك الترا كي كتحطها في لا فيديو ديالك اللي جبتي وكتجي لهنا كدير هاد القلم وكتورك على هاد الخضوريه اوتوماتيكمون مشات الخضوريه. غير نتايا هنا بطبيعه الحال غتعاود تلعب في لي بارامتر ديال السايز ديال لا فيديو ديالك باش تعطيك داكشي اللي كتقلب. المهم انا عطيتك انا غير مثال، هادو تا هما عندهم علاقه بالاضافات. لاحظ بحال مثلا هاد اللعيبات هادو كتجيبها كدير نفس الطريقه كطلع شي حاجه لا فيديو ديالك كتدخلو كدير هذيك كدير الترا كي اللي درتها وها انت هي هذه في الجمله اللي داخله مثلا في دوك الاضافات. هنا سالينا النقطه الرابعه اللي هي صراحه فيها خدمه اللي هي كثيره وعندها علاقه بالاضافات، ولكن ما تنساوش بان الاضافات راه هما اللي غادي يعطيوك واحد الشكل اللي هو زوين. هما المؤثرات اصلا هما دوك المؤثرات اللي غيرفعوا لك من المستوى ديال لا فيديو ديالك. كندوزو دابا النقطه السادسه شنو هي؟ هما الساوند افكت. بطبيعه الحال لاحظتوا راه دخلنا نقطه في نقطه، يعني مثلا هاد الانتقالات اللي جبنا اصلا كاملين فيهم الساوند افكت ديالهم. مثلا نعطيك مثال هنايا لاحظ هنايا فاش غادي يدوز لينا هاد الكليتش هاد الانتقال كل ما كانش بالساوند افكت ديالها لاحظ كي غتجي دازت عاديه ماشي بداك الصوت ديالو. انت هنا ضروري غتحتاج انت محتاج الصوت ديالو فهمتيني. هذا كاين في رباط هذيك تشك ضروري انت هي خاصك. دونك كاين انتقالات اللي غتلقى فيهم هاد الساوند افكت، كاين انتقالات اللي ما غتلقاش فيهم الساوند افكت. الحزمه ديال البريمير كومبوزر راه كل انتقال راه فيه الساوند افكت ديالو، هاد الانتقالات كاملين بالساوند افكت ديالهم. وغتلقى هنايا ساوند فيهم مجموعه ديال لي ساوند افكت اللي ممكن انك تحتاجهم وتاجوتيهم مثلا بواحد الشكل اللي هو مباشر مثلا بحال هكا مثلا فهمتي كتاجوتيهم في البروغرام ديال الخدمه ديالك على حسب الاحتياج بطبيعه الحال ديال المضمون ديال لا فيديو ديالك داكوغ. وممكن بطبيعه الحال تمشي ليوتيوب وتكتب اي ساوند افكت ديال اي حاجه نتايا باغيها مثلا شي ميساج ديال ايفون ولا انا كنعطي مثال كنرجع نقول دائما على حسب داكشي اللي نتايا خدامه. هنا كندوزو لاخر مرحله الاخوان شنو هي؟ هو السكريبت. السكريبت هاد البريمير كومبوزر اللي انستاليناه غيعاوننا بواحد الشكل اللي هو كبير. بطبيعه الحال كاينين شي مواقع اللي ممكن انك تخلصهم يعني غير كتعطيهم لا فيديو وهما كيكتبوا لك سكريبت وكتبوه بطريقه اللي مزيانه. هذا من جهه، ولكن من جهه اخرى لان هي عمليه على حسب
طول ديال لا فيديو ديالك كتكون شي شويه فيها الخدمه، ولكن الا كان الفيديو ماشي طويل وعندك هنايا هذا البرنامج ولا هذه الباقه اللي هذه اجوتيناها فراها غتسهل عليك الخدمه بزاف. وكثر من هذا، واخا دابا كتلقى شي واحد مثلا اللي غادي ماشي موقع اللي غيكتب لك السكريبت ممكن ما يكتبوش لك بالطريقه اللي نتايا اللي باغيها انت. دونك انا هنا شنو كيبقى، كيبقى لي فقط انا نسمع داك الشخص اولا الفويس اوفر شنو كيتقال فيه. اصلا الا كنت عايش في المغرب، اصلا الا كان شي عايش في المغرب، دونك انا كنمشي هنايا للكلافي كتكتبها، كتجي هنايا مثلا التكست. انت عندك واحد المجموعه ديال الطرق اللي كيتكتب بهم النص اللي هما واجدين. مثلا انايا غادي نحاول نجيب شي حاجه اللي كتبان دغيا، تختار حتى اي حاجه. مثلا انا غنختار هذه مثلا، من الاحسن سكريبت تحطه هو الفوقاني باش ما تاثر عليه حتى شي حاجه. اوتوماتيكمون كتجي هنايا للتكست، هاد لافاز علاش كتجي بالاحمر، لانه يعني عاديه يعني ما تقلقك با والو. هي في الاخر فاش غادي تيكسبورتي شي العمل ديالك راه غادي تيكسبورتها، كدير كتكولي الخدمه ديالك راه غتكتب لك بطريقه عربيه اللي هي واجده، حيت كاين شي اخوان فاش غيكتبوا كيبغيو يكتبوا النص هنا بالطريقه اللي عادي ديال البريمير كتبقى تكتب لهم هذه الكتابه اللي هي مقلوبه. يا تكتب هذيك الكتابه اللي هي يعني بشكل اللي هو مقلوب غادي تحتاج هذا الموقع هذا عربي كيبورد، كتكتب نتايا النص ديالك وهو كيقلبو، ولكن هاد كتهز نتا هذا كتمشي كتحطو هنا كتقاد ليك بالعكس وصحيح، فهمتيني؟ دابا حنايا حيت عندنا هاد البريمير كومبوزر اصلا كيسهل علينا هاد الخدمة هادي، انت كتكتب غير ما تحتاجش هادشي كامل، انا درت هادي غير بين قوسين الا كان شي واحد طايح في هاد المشكلة هذا باش ما يبقاش دايخ عليه وصل الفيديوهات. قلنا الاخوان فيديو شرح عملي، ولكن راه فيه بزاف د الحوايج اللي خصك تقلب عليهم في بزاف ديال الفيديوهات. فيديو واحد الاخوان تفرجوا فيه كاع هاد اللعيبات هاد لي تخوك هادو غديرهم معاكم. انا هنا كيهمني واحد الحاجة هو نوعية الخط، من الاحسن انك تكون انستالي ديجا، نخلي لكم هذا النوع ديال الخط هذا حتى هو غينفعكم مثلا فاش غتكونوا كتكتبوا بالعربيه. انا كنعتمد مثلا على هذا، وراه ممكن تنشارجو خطوط واحد اخرين الا ما عجبكمش مثلا هذا الشكل هذا. انا كيعجبني نتحكم فيه من هنا، يعني كنسالي خدمه هنا ما كنسدش كنخدم فيه هنايا مثلا، غنحاول نصغر فيه من هنا باش يبان اللعيبه ديالي انا اللي باغي. ما علينا، انا علاش كندير دابا هكا؟ علاش نتوما في الكتابه ما كيبانش عندكم هكا؟ مثلا فاش غتكون غتقال واحد الحاجه اللي هي مهمه، من الاحسن ما تكتبهاش زعما صغيره، حاول دمجها انت شويه مع الستيكرز ديالك، حاول تدخل داك الابداع شي شويه. مثلا هاك احتاجي مثلا هاكا، انت باش ما تبقاش تعاود هاد العمليه جوج مرات وتعاود عاوتاني تمشي تجيب داك النص، شد غير داك النص. ولكن شنو غادي دير؟ غتشورك على الت وغتزيد حتى حاجه. انا عندي هاد النص بطبيعه الحال راه معاك يبدا كيقول اصلا الا كنت عايش في المغرب. دابا هنا نورمالمون انا خصي سالي ليا كنحاول نقطعو هنا وهنا، هنا يقول ما خاصك تخاف على حتى شي حاجه. نجي لهنايا وكنعاود نورك على ويندوز، كنورك على بريمير كومبوزر، ولكن ما غاديش نجيب العمل يعني من جديد، فقط الى خرج هكا فقط غتمشي للايديت وغتورك على هذا اللي استنسختي وكتجي للتكست وكتحيد هذا هذاك العمل السابق ديالك، يعني باش تختصر عليك الوقت، لان من الاشياء اللي كيبقاو دائما يخدموا عليها هاد البرامج هو انهم كيعطوك بزاف ديال الطرق اللي ممكن تخدم بهم نفس الحاجه
باش انك تسالي في اقل وقت، لان الناس اكثريه ديال الناس كيكونوا خدامين مع ناس مع شركات مع هذا، وكيكونوا ملزمين بانهم يساليو في واحد الوقت اللي هو قياسي. دونك ندير انا مثلا هناك اصلا الا كنت عايش في المغرب خاصك تخمم على حتى حاجه، هذيك النجمه حيت المهم اصلا الا كنت عايش في المغرب خاصك تخمم على حتى حاجه. مثلا بحال هكا مثلا فاش القصد ديالي هو فاش تكون شي حاجه اللي مهمه تتقال، من الاحسن انك تكتبها بواحد الشكل اللي هو كبير شي شويه، وتحاول تحط لهم بلاسمون ديالها بطريقه اللي هي كرياتيف. مثلا هو فاش غادي يقول مثلا ديك باش تبدا هنايا كدير عاوتاني نفس البلان، كتجي لهادي كتحطها هنا مثلا، كنديروا نص نوعيه ديال النص ضروري الاخوان دير نفس الخط اللي غيتكتب به كلشي، يعني باش ما يبقاش يبان واحد الاختلاف اللي هو كبير. كلمه تقال بواحد النوعيه ديال الخط، وكلمه واحده اخرى تقال بنوعيه ديال الخط واحده اخرى، كديسباتشي انت التركيز ديال المشاهد ديالك. دونك كتختار نفس الخط، من الاحسن انك تصغر واحد شويه وتحطها مثلا هنايا داكوغ. من بعد شنو كتقدر دير؟ كتقدر غير الت وكتزيد وكتمشي كتورك الت وكتزيد تورك على السبجكت ديالك، كتبقى مورك على الت، كتطلق السوري وكتطلق الكلافي جوج تبقى وحده. هنايا كتبقى تمشي غير تموديفي عليهم على حسب داكشي اللي كيتكال داكوغ. دونك هادشي الاخوان هو كل ما لدينا، والنتيجه النهائيه راه كتكون عندنا على هاد الشكل. اصلا الا كنت عايش في المغرب خاصك تخمم على حتى حاجه، كاين لا فيرمات لا ليزينات لا والو تلا ويلي تا الشجره صولا ميضوط ديال باش تبدا راه خاصك تلاه الارض الميدان، ما تبقاش غتسمع ما تبقاش غتشوف القوت في يوتيوب، هذا تبقى ديما كتفرج عمرك غادي طيح الاكشن. الاكشن ديما كتبغي يكون زعيمي شويه ما خاسر فيها والو تلاه ليها ما كتشوف حتى شي ريسك. شنو هي الطريقه زعما باش غنمشيو؟ الحاجه الوحيده اللي غادي تحتاج هو كونت ديالك ديال ايتسي شوب في ايتسي، ديك الساعه انت عندك الحريه واش باغي تخدم ديجيتال واش باغي تخدم فيزيكا، وكطيح على برودوينين اللي كيجيب لك مبيعات ديك الساعات راك بادي. في الختام الاخوان كنتمنى ان هذا التوتوريال هذا يكون مفيد بالنسبه لكم، فيه شي شويه ديال الخدمه ولكن راه ثق بيا مجرد ما غادي تطبق هذا الشيء راه هو سهل، لان انت كل شيء عندك غير ادوات، فقط فن الاستعمال، فقط عندك بحال واحد المدرب وعندك مجموعه ديال اللاعبين، دوك اللاعبين هما الادوات اللي عندك. ما تنساوش تدعمونا وتشجعوا المجهود ديالنا، ديروا لايك كومونتير وشيروا لهذا الفيديو مع اي واحد ممكن انه يحتاجه. تبارك الله عليكم، ان شاء الله الفيديو الجاي نشوفكم على خير، تحياتي.